طبعا يعني طبعا. رونالدو وميسي الاثنين اكيد كل واحد ليه خلفيه وليه حساباته الخاصه، واكيد كل واحد بيدور على مصلحته من وجهه نظره، بس الاثنين صورتهم اتهزت قوي وفعاليتهم اتهزت قوي بعد ما سابوا فرقهم الاصليه. صح. بص يا كريم هقول لك، احنا دلوقتي لو هتيجي تتكلم بقى خلاص يعني عصر رونالدو وميسي انتهى، هما دلوقتي السن حلاوه تروح يعني السن دلوقتي. طب ابراهيموفيتش حاجه و40 اهو مكسر الدنيا. ابراهيموفيتش حاله خاصه شوف امبارح اصلا هو داخل ارضيه بسيجار بيحتفل بحاجه كاريزما تانية خالص كاريزما تانية خالص طبعا. يعني على فكره عايز اقول لك على حاجه كمان، يعني يمكن ميسي ورونالدو قرار الاعتزال بالنسبه لهم اقرب من ابراهيموفيتش، على الرغم ان ممكن يكون زي ما انت ما قلتي كده ابراهيموفيتش اكبر يعني. بس ابراهيموفيتش اصلا عنده فوبيا ان هو ياخد قرار الاعتزال. صح. يعني هو حتى طلع يتكلم قبل كده وقال هو خايف لو خد القرار ده وقعد في البيت يعني يندم، شعور انه ما ينزلش تدريب، ما ينزلش ملعب، ما يلعبش، ما يسجلش، هو خايف من الموضوع ده جدا او من الفوبيا دي. هو عموما شخص استثنائي دي حقيقه في قراراته وفي طريقه تفكيره، ناهيك عن سلوكياته وتصرفاته. كاريزما مختلفه تماما يعني ابراهيموفيتش، يعني لا لاعب اعتقد صعب ان هو يتكرر يعني.